ارجع شويه شباب. لعبت معه تعقيبكم على الحادث. يعني احنا يعني استشهاد الاخ المجاهد مازن فقها، لان احنا نعتقد ان هذه عمليه اغتيال كامله في الاركان. الاجهزه الامنيه تتابع الحدث وفي محاوله لكشف ملابسات هذا الاغتيال ومن الجهة التي تقف خلفه بشكل كامل. بلا شك الشهيد المجاهد ليس له أي خصومة مع أحد. نحن نعتقد أن المستفيد الوحيد من عملية اغتيال هذا المجاهد هو الاحتلال وأعوانه.